بصورة تفصيلية، لكن كده خلينا نطلع تقريرنا لحلقة اليوم ونرجع عليكم عشان نكمل حلقتنا لليلة. خلفت الحياة في فترة جائحة كورونا الكثير من الإيجابيات والفرص في أن نخلو بأنفسنا ونراجع أوراق حياتنا ونحاول اكتساب الجديد من الأفكار ونتعلم المزيد من العلوم والمعارف والثقافات المتنوعة. وعبر العالم الكبير الذي أصبح في لوحة متاحة أمامنا يمكننا أن نتعلم كيف نعثر على ما نريد من معلومات تضعنا في الطريق الصحيح للاستزادة من جميع المجالات وفي كل جوانب الحياة عن طريق تطوير قدراتنا ولجعل أوقاتنا أكثر فائدة وأكثر متعة وبعيدة عن الملل والفراغ. الوقت في زمن جائحة كورونا وقت ثمين وكنز للذين يجيدون استخدامه واستغلاله فيما يفيد وبأمثل الطرق التي غالبا متوفرة ومتاحة وأيضا في قبضة أيدينا.